بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم احمد الشردادي عن الدائره السياسيه لجماعه الاحسان. نقف اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه، نحن الفعاليات المجتمعيه بمدينه البيضاء، صفا واحدا امام هذه الصفقه، الصفقه التي يراد منها الاجهاز على ارض فلسطين، الاجهاز على ما تبقى للشعب الفلسطيني من حق في هذه الارض. نقول من هنا من ساحة أمام القنصلية الأمريكية، نحن البيضاويون والبيضاويات أننا نستنكر بشدة هذه الصفقة، لا لهذه الصفقة ثم لا. نقول رسالة ثانية هي للأنظمة العربية، كفى تواطؤا، كفى تخاذلا، كفى هرولة التطبيع من أجل إنجاح هذه الصفقة. فنقول لبني صهيون أن الشعب الفلسطيني نحن معه في محنته، فللمغاربة حارة تسمى حارة المغاربة، ولفلسطين مكان في قلوبنا، لن نتنازل قيد أنملة عن ذرة من أراضيها، فسنبقى وفيين لدعمنا ولتضامن الله مشروط مع القضية الفلسطينية إلى أن يحق الله الحق، وهو صادق حين قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. احنا دايرين وقفة احتجاجية رمزية احتجاجا على ما يسمى بصفقة القرن، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الأعزل ضد الاحتلال الصهيوني. هذه الوقفة بغينا نقولوا ثلاثة الرسائل الأساسية، أننا نرفض أي آلية للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، سواء كانت هذه الآلية رياضية أو ثقافية أو فنية أو اقتصادية. النقطة الثانية هو أننا نعتبر على أنه المغاربة خصو يبقوا حريصين على دعم الشعب الفلسطيني من أجل دولة موحدة، دولة فلسطينية موحدة عاصمتها القدس. النقطة الثالثة هو أنه نرفض أن تكون بلادنا جزء من ما يسمى بصفقة القرن. ومن هنا تنحييو الصمود ديال الشعب الفلسطيني، وتنحييو المساندة الدائمة والمستمرة للشعب المغربي لهذه القضية، القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة لنا كشعب مغربي.